وخلينا نروح لمداخله دايما ابدا كان بيعودنا في اللحظات يعني الحلوه بيبقى جنب النادي الاهلي. معانا اشرف سماره نجم منتخب الاردن السابق وايضا المحلل والمعلق الرياضي. اهلا بك يا كابتن اشرف. اهلا بيك يا كابتن هيثم. الحمد لله وجه خير عليكم اليوم. الفرقه فازت وتعرف علاقتي بجماهير الاهلي ارتبطت ببطوله الانديه العربيه وفوز ببطوله الانديه العربيه. اكيد في البدايه ببارك للنادي الاهلي، ببارك لحضراتكم هذا الفوز ولجماهير النادي الاهلي. بس ما شاء الله في الاستوديو حبيت اشير انه في خماسي رهيب صراحه في الاستوديو، خماسي رهيب يعني فرقه باسكت كامله يعني كابتن سلعه الكابتن اسلام وحضرتك كابتن كريم وكابتن خالد يعني جاهزين انتم فريق خلاص اجهز بخمسه وتعالى لعبنا يا اشرف. لا ما اقدرش احصلكم اكيد يا كابتن. لا انت نجم كبير عموما مبروك للنادي الاهلي اليوم الفوز. اليوم كانوا كبدايه كابتن هيثم كان في ضغط كبير بعد خساره مباراه التأمين، والدليل انه تاخروا 12-2 مع بدايه الربع الاول. دفاعيا كانوا مجهزين، هجوميا ايضا ما كانوا مركزين. الزمالك عمل 15 نقطه بس بالربع الاول، عمل 3 بوينت وهذا رقم كبير انه يسجل فريق واحد بربع خمس ثلاثيات. وبالتالي الزمالك انهى الربع الاول على نتيجه 23-14. الاهلي ما دخل باجواء اللقاء الا لما الكوتش اغوستي رجع بعمر طارق عرابي كلاعب سنتر اساسي، لانه بنعرف نحن بدل جيم بعبد الله ناصر وسيف سمير، وهي معودنا عليها الكوتش اغوستي انه يجي بعرابي مع انه طبعا اللاعب الاهم في مصر على مستوى الارتكازي من البنش. كمان الجندي اجى من البنش، لما صار الجندي مع عمر طارق مع مهيب مع تومسون على ارض الملعب الفرقه اختلفت دفاعيا هجوميا، وقدروا يكسبوا بالربع الثاني بعد ما كانوا متاخرين بالربع الاول 23-14. عملوا دبل سكور في الشوط الثاني 18-9. شفنا الدفاع اصبح اكثر تركيز وشفنا حتى الاوفنس عادي، وعمر الجندي كان بيقدر يشوف. الزمالك دخل بالكورتر الثالث بعدها الكورتر الثاني بمعنويات اعلى، كان اول تقدم للنادي الاهلي 34-32 وقدر يركب الجيم زي ما بتقولوا. بطبيعه الحال الاهلي اعلى فارق عمله بالجيم كان فارق السبعه 49-42 67-60 وحتى على نتيجه الفاينل جيم كابتن هيثم 71-64. يعني كان مميز الرقم سبعه عند النادي الاهلي حتى انه رفع رصيده على جدول الترتيب لفارق سبعه، مع العلم انه انهى ايضا الربع الرابع على فارق سبعه 21-14. بالنسبه للزمالك اعلى فارق عمله بالجيم كان 26-14 بينحسب للنادي الاهلي هالكمباك. ما كنت مستغرب للكوتش اغوستي لانه بيعرف كيف يقلب الجيمات، والدليل في اكثر مباريات كابتن سوبر كيف بيقدر يقلب الجيمات حتى لو بالدقائق الاخيره. نعم. اليوم تومسون عمل 19 نقطه، الجندي كان عمل 23 نقطه، عمر طارق عمل شغل دفاعي رهيب مع 10 بوينت 10 نقاط. الدروب اللي حاب اشيره للنادي الاهلي، قبل هيك قبل ما اشير للدروب في النادي الاهلي لازم اعطي حقه لمهيب، لانه كان مهيب احمد مهيب من الاسماء اللي جاي من البنش بتعمل الفارق دفاعيا وهجوميا، لكن في بعض الاسماء اعتقد عليها المراجعه يعني حساباتها والاستثمار فيها في الوقت القادم بالنسبه للكوتش اغوستي. عمر عزب اليوم حاطط 2 بوينتس وبنعرف كان عنده اصابه. ايضا عمر زهران اليوم حاطط 2 بوينتس، فعاليته المفروض تكون اقوى هجوميا لانه راح تساعد النادي الاهلي. اليوم بالزمالك اللي كان عندهم النقص كان انه سوزا عامل 20 نقطه وكيكو مصطفى كيكو عمل 16 بوينت 16 نقطه، ما عدا ذلك ما حدا ساعدهم. بعوده انس اسامه للزمالك اكيد راح يزيد، بعوده ايهاب امين راح يزيد ايضا للنادي الاهلي على مستوى الاوفنس، لكن اليوم عمر زهران وابو النصر وعمر عزب عاملين بس اربع نقط. يعني هالثلاث لاعبين عاملين اربع نقط، اليوم سيد سمير عامل خمس نقط، وهالثلاث لاعبين تحديدا عمر زهران عمر عزب انا بعرف بيقدر يساعد الكوتش اغوستي والنادي الاهلي في المباريات المقبله. الان في نقطه مهمه تداولوها، انا طولت عليكم معنا. لا خالص خالص بالعكس احنا مستمتعين بيك يا كابتن اشرف. اليوم في مركز اربعه باصابه مروان سرحان واحمد حنفي اللي راح لظروف الولايات المتحده الامريكيه، المهم كثير استثمار بعبد الله ناصر في المباريات اللي ما بدي اقول صعب سهله لانه ما في شيء سهل بدوري السوبر. في المباريات اللي اقل ضغطا يعني انت عارف مباريات الزمالك الكبيره الاتحاد السكندري يحتاج لاعبين خبره. نعم. عبد الله ناصر لسه خلينا نقول كلاعب شاب قد يكون مباريات اخرى ياخذ خبرات يستفيد منها. اليوم في حاجه شفتها للكوتش اغوستي انه لعب سيف سمير بوزيشن 4 ولعب عمر طارق عرابي مركز خمسه. هاي التشكيله انه يكون سيف سمير بمركز اربعه والكابتن عمر طارق عرابي بمركز خمسه قد نشاهدها مع الاتحاد السكندري مع الجزيره او في المباريات الصعب. نعم وتحليل جميل جدا منك كابتن اشرف الحقيقه، يعني اللي ما شافش الماتش وسمع تحليله خلاص كانه شاف الماتش الحقيقه.
فيعني الله يخليك. بدي اشير انه الرقم 7 كان مميز عند النادي صحيح الاهلي. صحيح اعلى فارق عمله النادي الاهلي طيله احداث المباراه فارق 7 49 42 67 60 وانهى المباراه على 71 64. حتى النادي الاهلي انهى الربع الرابع على 21 14 كان برضه فارق 7 واكيد رفع الفارق رفع رصيده على جدول الترتيب لسبع نقاط. ومن جديد بقول لك مبروك كابتن هيثم. مبروك ليك يا كابتن اشرف، ودايما بنحاول نشاركك معانا في اللحظات الحلوه. ومعلش سهرناك انت في دبي، بس معلش يعني عشان خاطر النادي الاهلي تسهر شويه معلش. طبعا اكيد انا جاهز دايما. النادي الاهلي فريق يحترم كاداره كجماهير كعمل، لانه بصراحه بهمنا يكون في فريق عربي بهالتنظيم وبهالمستوى اللي حافظ عليه. وان شاء الله البطولات للنادي الاهلي في قادم الايام ان شاء الله. اشرف سماره نجم منتخب الاردن والمعلق والمحلل الرياضي الكبير من دبي، بشكرك شكرا جزيلا.